أهلين سيد فورال، كيف كانت رحلتك؟ ممتازة. بدك يعني إجي معك؟ لا منلتقي بس أرجع. Koşarsın bekledersin, bir kere dönüp bakmaz çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca dert eder. عمو صالح شو أخبارك؟ أهلا وسهلا يا بنتي. ما وصل كنان لسه؟ لا ما وصل، بس بعد شوي بيجي. كنان ما زبط الشبك اليوم، آخر مرة شفته كان رايح على جزيرة ساكيز، ناديت له كتير بس ما سمعني. اللؤلؤة السودة؟ عمو صالح؟ لحظة بنتي لحظة، لا تقلقي بسرعة. صحيح الولد مجنون بس مو لهالدرجة، وما راح يخاطر مرة تانية، فلا تقلقي. كنان لا تعمل هيك، بترجاك. لك شو عم يعمل هذا؟ إن الرقم مولا. عمو صالح أنا ما فيني ضل واقفة هيك. طيب مفهوم، اركبي بالقارب لنروح ندور عليه. استنوا ليكو كنان جاي. بنتي هزال ليكو، انت مجنون شي؟ تعرف قديش قلقت عليك؟ هاي ليكني اجي. كنان على مهلك، فوتو وصفه شوي شوي ابني. ايه صار بمكانه، لا تقلق. يعطيك العافية، ما استنيتيني كتير هون. ما تعال لشوف، تعال. طولي بالك بس دقيقة، عم صفه وجاي. كنت عم تدور على اللؤلؤة السودا ما؟ اللؤلؤة السودا؟ عرفتي لك حبيبتي، أنا آسف، سامحيني. ما رح سامحك وما بدي اسمع اعتذار بنو. حبيبتي
ما عاد دور عليها مرة تانية بنوب. بحلف لك إني إذا رحت مرة تانية فيكي ضلي عم تضربيني لموت، اتفقنا؟ أنت كذاب. كذاب؟ طلعي فيني ليكي، طلعي فيني منيح. معقول يكون هذا وش واحد كذاب؟ آه؟ حلفت لك إنه ما عاد عيدها مرة تانية. ليكي إذا رحت أنا ما بكون رجال، مستعد أعمل اللي بدك إياه، اتفقنا؟ بترجاكي صدقيني. خلاص بقى اضحكي. طيب أهم شيء إنك رجعت سالم. إذا خلصتي عصبية تعاني نروح. لوين؟ رح نطلع بالقارب رحلة سوا. استنى جيب شنطتي. كابتن ساعدني بدي أطلع.